ولذلك اخواننا هوي والله زول الدار يدعو للتوحيد في البلد دي، يتجرد لله، يترك التحزب، يبين الباطل ويصادم الباطل. ونحن ولله الحمد والمنة أصلا ما خايفين، والله نتكلم ونكشف كل من يدعم في دين الله، وكل من يتكلم في الإسلام، وكل من يأخذ حدود حقوق العزيز الرحمن ويصرفها لغير ربنا سبحانه وتعالى، والله ما نخليهم كلهم، لابد نكشفهم. وده سبب إقامة المنابر دي بفضل الله، لا بحولنا ولا بقوتنا. شغلة دي ما أرجين لها والله. أي بلد، أي بلد على وجه الأرض بنمش بفضل الله، بنسأل عن أكبر تواخيط المنطقة. أي راس من رؤوس الجهل إن شاء الله الليلة بتميز بإذن الله. يا منادي لي سيدي الحسن، عقدين عليك كل الأمل. ما تعقد عليك كل الأمل ولا نص الأمل، ديل نحن عقدين عليهم كل الردم، كل الجغم، كل الكشف. أرشد حيلك ذاك وما تبقى حزبي، ودعوة الحزبية ما فيها بركة والله. أنا يا أستاذ عمر، والله الذي لا إله غيره، وصيت لمية وثمانية مسجد الصوفية. ما شاء الله. 108 مسجد. ما شاء الله. وجاتهم الفلوس وجانوا في بيتي ومضيتهم وسلمهم في شيكات. الناس اللي في بلاد الحرمين وفي غيرها اتبرعوا بالأموال عشان تبني بها مساجد التوحيد وتنشر بها دعوة التوحيد، تجي 108 مسجد. الدالي منو 108 بلسانه الدالي منو للصوفية البعاد دعوة التوحيد، مساجد يدخلوا فيها القبور، مساجد يدقوا فيها الدعاة، مساجد انشروا فيها البدع، تديها له انت يا هدية. هدية لهم شيوخهم جابهم يا تدعوى العمراء. الدجال جابوا معه مناظرة مع واحد شعبي في مسألة حد الرجم، الشعبي مرمضي والواطا خلاه يبزغ زي البفباف، ما في اي حاجة، ما في موضوع. الليلة من هنا والله شيوخك الحزبيين ديل خلوك تجي دقسوا، ابشرك من هنا بتمشي سلفي تردم ونون ذاته ان شاء الله تعالى. ودي الدعوة المنصورة، ودي الدعوة المؤيدة، ودي الدعوة ما بيقدر يقف امام اي احد كائنا ما كان ومهما فعل ومهما كان. الله قال وان جندنا لهم الغالبون. قدكم بالصوفية بعد ما انت اصدقائي، انا ما اخسرهم ابدا. نحن خسرناك انت، خليهم والله انت تتردم وهم يتردموا كلهم، مش على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الله قال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله ده مناجي الإخوان المسلمين عند قادات أنصار السنة ديل وأتباع مرض زي قادتهم، لأنهم عندهم شيوخ مقدمين على الصحابة وعلى الحق وعلى الدين وعلى الأصول وعلى المناج وعلى الولاء. وبعد الحال يا أخواننا للمشاكل دي كلها يكون بالعقيدة الصحيحة، والعقيدة الصحيحة أمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا على أدائها وأن يثبتنا عليها، وهي تكون أعني الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. وهذه الأمانة العظيمة تكون يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، إنه يبين التوحيد بمسائله التفصيلية ويرد على الشرك ويذكر كلام الطواغيت ودعاة الشرك الذين يضللون الناس ويرد عليهم بالحجة من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. لأنك إذا لم تكن تدعو ببيان مسائل التوحيد بالتفصيل وتذكر كلام الطواغيت الذين يؤثرون في عقائد الناس في مجتمعك أنت، فكيف يهتدي الناس والشبهات قائمة؟ كما قال القائل وكيف يبلغ البنيان يوم تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. فلابد من الدعوة للعقيدة، والدعوة للعقيدة زي شغل الرسول عليه الصلاة والسلام،
ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو إلى التوحيد والسنة زي ما كان بيدعو المشايخ اللي بيزعموا زورا وبهتانا إنهم سلفيين الموجودين في الساحة الآن، ما كان عاد النبي عليه الصلاة والسلام. لأن قد تشرح كتاب في التوحيد وقد تذكر شيئا من مسائل التوحيد، لكن ما بترد على المبتدع والضال وداعية الشرك والضلال اللي بيلبس على الناس. لما انتهي تقول له يا أخ البنادي غير الله ده كافر، بيقول لك لا، نحن شيخنا الإزيري قال ده توسل والتوسل جائز، ويجيب لك شبهات، وده دعاء غير الله شرك، والتوسل ما بيكون إلا بالأعمال الصالحة أو بدعاء الرجل الصالح أو أن يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى كما هو معلوم. فإنت إذا ما رديت الشبهة ما عملت حاجة، دي الدعوة بتاعت التوحيد. أما الشغل اللي بيعملوا الحزبيين وغيرهم والجماعات المنحرفة دي ما دعوة للتوحيد. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في كتاب 6 مواقف من السيرة، من هذه المواقف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك استحسنوا ذلك منه وهموا بالدخول في هذا الدين، حتى صرح بتجهيل علمائهم وسب دينهم، حين ذلك بارزوه العداوة. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسب بمعنى أنه يقول لعن الله أبا فلان وكذا، لا، وإنما كان يذكر هذه الآلهة بصفات النقص التي لا تستحق معها العبادة. فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، يعني المتأخرة، ألكم الذكر ولو الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر آلهتهم سموا ذلك سبا وشتما وتسفيها للأحلام وطعنا في الدين والعقول بتاعت المشركين. فيبقى الليلة الدعوة حقت الحزبين إنه يجي يتكلم يذكر مسائل التوحيد على وجه العموم ويرد على بعض مسائل الشرك على وجه العموم، ودعاة الشرك شغالين بصورة صريحة، دي ما دعوة للتوحيد، دي ما دعوة للتوحيد. بعد ده الزول الصادق بيفتش نفسه واشتغل زيهم. وكذلك مسألة ثانية، إنه الإنسان لابد يا أخواننا الدعوة اللي بيتكلم بها يطبقها. يعني أنت بتقول أنا بريء من أهل البدع، أنا بريء من يسب الصحابة، وبعد ذاك بتجي تثني عليهم، عملت شنو؟ أنت داعي لهم، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالة، في شرحه على رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال له والذي يثني على أهل البدع هل هو منهم؟ قال لا شك أنه منهم، هذا داع لهم. عشان كده المأخذ على زولك اللي هبشناه قبيل بالرفرف والجماعة استحضروا جونا جماعة بيجاي، المأخذ مش إنه ما عنده موقف صريح من أنصار السنة، المأخذ إنه بيدافع عنهم عديل. كلام ده في قناته قاعدة في اليوتيوب، أنا دار أسمعك المقطع ونجي نرد عليه، وما داير رد كثير ذاته للزول المنصف وعنده يعني غير على المنهج السلفي. طيب عرفته؟ بيتكلم عن الناس اللي بيحذروا من أنصار السنة وبيدافع عنه، يوريك إنك ترد كيف. نشوف قول التعصب ما يقول الجماعة، قول القاعدة الأمير كده ما وجه لأنها ما مرضى الشرع، ده ما الأمير كده. يقول مثلا ما يجوز التزام بالصلة معك في جماعتك مهما كان خالد يكون معك واحد زيه زي الإخوان المسلمين وزيه زي الجهادية وغيره، لكن عشان معك في التنظيم أنت تجامله وتداري عنه وتسكت وتخليه يمشي أموره، يقول هذا الأصح لأن الدين ما فيه مجامل، لأن الجماعة دي إنما أقيمت من أجل نصرة الدين
والباب عنه وإبعاد البدع لما تبدأ تؤوي مثل هؤلاء وتلامنهم وتسكت عنهم تكون غاية طريقة أنت تقول كده. لكن بس تفهم الناس هذا واحدة أن الجماعة دي بطالة كده بإطلاع لما صح والله ما نرضى. أسمع قال تفهم الناس إنه الجماعة دي بطالة على الإطلاق ده ما صح والله قال ما نرضى. دارين تاني مقطع انتو يا ناس ده الهبشناو بالرفرف عرفته. ده بيقول لما تجي تنتقد ما تقول الجماعة بطالة على الإطلاق. وده يا أخواننا باب معروف في الجرح والتعديل إنه لما تجي تجرح الإنسان ما بتذكر حسناته وسيئاته. وده منهج الحلبي عرفته ولا داير لي إنه يثني على حلبي. ده منهج الحلبي لو نبذ الحلبي هو شايل منهجه. يا ناس ما تضيعوا زمنكم ساكت. قال تجي تقول جماعة باطلة على الإطلاق. طيب أرجع كتب العلماء كتاب مثلا كتاب تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب لابن حجر، كتاب الضعفاء للعقيلي، كتاب المجروحون لابن حبان. هل بيجي بيقولوا يا اخواننا الزول ده كويس وكده لكن ما بإطلاق ما بنعمل كده ولا بردوا عليه وبردوا على باطله كله؟ لا شك انهم بردوا على باطله وبيبينوا الباطل الفوقه. فالزول ده يا اخواننا بدافع عن انصار السنه ذاتهم عرفته. ده بدافع عن انصار السنه وبيحلف بالله بيقول كونه تقول الجماعه دي بطاله على الاطلاق. قال الكلام ده صح وقال والله ما نرضاه. ده بدافع عنه. الناس اتذكرهم لك قبل شويه شيخ احمد اللي بيخرج على الحكام في المنابر واللي بيقول اشعار الصوفيه واللي بيجوز المسلسلات زي محمد الامين اسماعيل قال ما مشكله مسلسلات اذا خلت من المشاهد الشينه بيجوز تحضرها. ده نائب الرئيس ما زول ساكت. اسماعيل عثمان الرئيس اللي بيمشي يثني على الاخوان المسلمين في دار الاخوان المسلمين في رمضان اللي بيمشي للانصار يثني عليهم ناس وحات المهدي وخليفته وصابونته وليفته عرفته. فديل ديل اللي بيثنوا على ديل. اديك مقطع بعد شويه جايبين التوم في المولد بتاع الكلاك للسنه دي السنه اللي فاتت دي 21 الصوفي مولد الجبل جايبين الصوفي بيقول يا اخواننا والله المولد ده جا ظريف وشعار المولد قال في اي ناس قدموا شعارهم لكن اخترنا بتاع انصار السنه وقال الصوفيه حجزوا خيمه انصار السنه والصوفيه لما يكونوا ماشيين ويقفلوا قبل انصار السنه بيخطوا طاراتهم في بيت انصار السنه. ابو زينب قال لك ما تقول الجماعه دي بطاله على الاطلاق ده ما صح والله ما نرضى. الله اكبر. رايكم شنو يا اخواننا؟ رايكم شنو؟ رايك شنو؟ فده يا اخواننا نحن ما تكلمنا عنه بهوى. ده هنا أسي اللقاء مرفوع في قناة من القنوات الحزبية لقاء عبد الرحمن حامد مع طلاب مركز أبو زينب. اللقاء ده قبل 7 أو 8 شهور وكلام أبو زينب قبل 6 شهور وقام جاب له حكاية أنا ما دار أضيع لك زمنك. قال أنا مشيت غرية في الجزيرة كنت بمشي لها سنة كم آخر مرة وبعد ذلك جيتهم 2005 والصوفي قال لي لأنه بيتكلم إنه لو اتكلمت عن أنصار السنة بإطلاق والمجتمع بيفهم اي زول بيتكلم عن التوحيد ده انصار سنه كده انت ضريت التوحيد وضريت الدعوه ومزقت الدعوه السلفيه. شوف الضلال ده كيف. بعد ده قال الزول ده قال لي انت تابع لمنو؟ لانصار السنه ولا جمعيه الكتاب والسنه ولا لمنو؟ قال له عقيدتي زي الزكرتون دي. هذا الكلام قاعد التسجيل قاعد. فده يا اخواننا ثناء على اهل الباطل ثناء على انصار السنه الخشي انتخابات. المركز العام لأنصار السنة في الانتخابات نزل مره بجوز يا سلفين ويسميهم ديل كلهم قال ديل كلهم البيت السلفي كلهم ديل بيت سلفي. والله ما سلفين ولا في البيت السلفي ولا في الحوش السلفي ولا في الشارع السلفي ولا في بوابة المدينة السلفية. تفهم الكلام ولا ما فاهم عرفتها؟ ما تبقى زول يجروك ساكت. أبقى زول حق وزول دليل زول دليل. قال ديل كلهم عقيدتي أنا والكلام ده قبل 6 شهور قبل 6 شهور ويجيب عبد الرحمن حامد اللي بيمشي لجمعية احياء التراث الحذر منا العلماء شد من العلماء الشيخ ربيع وغيره من العلماء الحذر منا الماسيك عبد الرحمن عبد الخالق
عرفته بيمشي لهم. عبد الرحمن حامد اللي بيجيب التكفيرين في درس البخاري بتاع كشومة بيجيبهم جابوا عشان يعلم الناس. فكونك تجي تعلم الطلاب في كتاب قال الإمام أحمد أو قال الإمام البربهاري أو قال غيره من العلماء، ما يجوز مجالسة أهل البدع، وبعدين تجيب أهل البدع وتدافع عنهم، ده ضلال في المنهج ولا ما ضلال؟ ده ضلال واضح. عشان كده نحن بنحذرك تمشي مع الجماعات دي وما تبقى حزبي، ودعوة الحزبية ما فيها بركة والله. هذول لهم شيوخهم جابهم ياتوا دعوة العمراء. الدجال جابوا معه مناظرة مع واحد شعبي في مسألة حد الرجم، الشعبي مرمضي والواطأ خلاه يبزغ زي الاي بي اس بتاع الفرامل زي البيف باف، ما في اي حاجة، ما في موضوع، ما في رد، ما في دليل، عرفتها. الهواري جابوا مع الازيرك في العقيدة مناظرة في العقيدة، المناظر الازيرك قال له شيخك ابن باز قال بكفر بعض الصحابة بلال ابن الحارس وكذاب. ابن باز لما جابوا الاثر قال الاثر ما ثابت، واصل ما عن بلال ابن الحارث الاثر. بعد ذاك ابن حجر، بعد ذاك ابن باز قال هو ما ثابت، عرفته، ولو ثبت الفعل ما صحيح. ده كلام ابن باز. الازيري قال للهواري رايك شنو في الكلام ده، رايك فيه شنو؟ قال ايوه قراته او عباره نحوه، يا ناس ديل بيسمع عليهم، عرفته، وتقول لي ما على الاطلاق يا زول، ده شيوخهم ناس متحزبه، ونحن لو دارين نجيب الباطل حقهم وثائقهم، عرفته، والضلال حقهم يطول المقام، يطول المقام. جاء واحد في قرى في ريف الفولة في افتتاح مسجد طلع فوق في الخطبة في المنبر، هل دير يا اخواننا دعاة التوحيد؟ لما طلع في المنبر واتكلم عن مسألة الحجبات في افتتاح المنبر قال لهم السيدة عائشة رضي الله عنها جوزت الحجبات. دي جماعة ما أردوما على الإطلاق، ها؟ ما أردوما على الإطلاق، ما أرد عليها على الإطلاق وأحذر منها على الإطلاق. وأول حاجة ما حافظ الشبهة زي الناس، هو ذاته ده صار سنة بالمناسبة، ده مالي زيري. أول حاجة الشبهة ما هنا، تروى عن عبد الله بن عمرو وفيها محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، شغلة ما سابته، عرفته؟ الزيادة ما سابته، ما عن عائشة رضي الله عنها. هذه لا دعوة أنصار السنة. آخر حاجة محمد الأمين إسماعيل جوز للناس القعاد في بيت العزة، تقول لي ما رد عليهم على الإطلاق، تجي تحذرني تقول لي بس رد عليهم في إنه الحزبية ما صح، وإنه الإمارة بتاعت الجماعة ما صح، والتوسع في مسألة التنظيم و بس ديل. لكن تاني الناس ديل أسنوا عليهم علماء، ده ما دفاع عنهم، ده زول بيدافع عن الحزبين وعن الحزبية. والله أي زول داير يتعلم دعوة التوحيد وداير ينشرها في أهله لابد يتجرد لله سبحانه وتعالى. ما بينفع أنت بتحذر من البدعة والتحزب وإلى آخر وبيجاي شيوخ التحزب بالنسبة لك ما ضلال. أنصار السنة الضلال في منو؟ الإداريين القاعدين في المكاتب القاعدين في تيم منو؟ إذا كان شيوخ الحزبين تت تت أنت ما أنت بتدافع عنه، بتدافع عنه، لأنه الكلام ده في سياق الرد على من حذره من الحزبيين أنصار السنة. أنت بتدافع عنهم، مش أقول ما بتتكلم فيهم، أنت بتدافع عنهم، عرفته؟ فده مأخذ واضح ما فيه أي لولوة، سمعته أنت بالصورة والصوت ولقاء كله باطل وما فيه آية ولا حديث. زمان أنا مشيت وقلت لبعض الأخوة وفي الجزيرة والصوفي قال لي، الصوفي قال لك أنت تابع لمنو؟ بدل تقول لا انا تابع للرسول عليه الصلاه والسلام تقول لي الجماعه دي كلهم عقيدتي، وانت بتزعم من كم و80 خليت انصار السنه ولقيت منهم اذى، طيب ما طوالي تقول له انا تابع للرسول عليه الصلاه والسلام. ونحن الان عشان ما يعمل لك عقبه، دي شبهه فاشله ما فيها دليل ذاته، نحن الان قاعدين نمشي مدن كثيره، اول ما نقول للناس نحن ما انصار سنه يا دوب الناس بيقعدوا، والله شوف اللخبطه دي كيف. ولذلك يا اخواننا هوي والله زول الدار يدعو للتوحيد في البلد دي، يتجرد لله، يترك التحزب، يبين الباطل ويصادم الباطل. لابد يكون عندك موقف من الباطل، الشغل بتاع المياعه
والشغل بتاع اللعب بالدين والمنهج، الدعوة دي ما بها كيفنا يا أخواننا، ما على كيفنا، عرفتها؟ الدعوة دي حجج وأدلة وآيات تنفض في الباطل وترد في على أهل الضلال، تجيب شبهاتهم وترد عليها، وهكذا عرف علماء السلفية. شيخ الإسلام ابن تيمية حياته كلها ردود، الشيخ الألباني مؤلفاته من الردود كثيرة، وإذا قرأت في السلسلة الصحيحة والضعيفة بتلقى فيها من الردود على الشبهات في التصوف، شبهات على التحزب، الأخوان المسلمين، العلمانيين، التكفيرين، غيره. دي دعوة علمانا. مقالات الشيخ ابن باز، مقالات الشيخ ابن عثيمين، عرفتها؟ كتاب القواعد المثلى اللي بيقروا لي بعض الناس ده أصلا رد في مسألة أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، ألف الشيخ ابن عثيمين وذكر فيه الحجج والأدلة، وهو رد على عالم فاضل من العلماء، عشان تعرف الحاصل. ولذلك يا شباب والله نحن ما دارين زول بارينا ولا قلنا لزول اتبعنا، دارين من الناس ينشروا دعوة التوحيد. أن اتكلمنا عنهم الليلة دي الشت، عندهم مراكز، عندهم معاهد، عندهم خلاوي، عندهم مساجد، عندهم وسائل، لكن وين دعوتهم في المجتمع؟ وين دعوتهم؟ وين فتنوا الناس في العقيدة والتوحيد؟ ناس يمشوا في جنازة الجيلي بتاع طابط، اللي بيقول الشيخ شيخنا قال جده يعني ومريدهم دنيا وأخرى آمن، ديل بيمشوا في جنازة. الزول اللي بينشر كتب جدوده اللي بيقولوا فيها إنه الأولياء بيحيوا الأموات وبيطرد ملك الموت وبيجاوبوا عن الإنسان، وباطل كثير. فدي أخواننا المسألة اللي لو فهمناها نحن وفصلناها للناس دي بيكون بيها النجاة، ونحن بينا كده دعوة التوحيد. ما يكفي فقط إنك تبين للناس مسائل المنهج وترفعك شعار وكساتر عشان ما يردوا عليك، وبعد ذاك تجي تخالفه وتدافع عن أهل الباطل وأهل التحزب، عرفته؟ فده ما بيجوز، وما بيجوز لك تقعد معهم. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وصيتنا للشباب، ما تناقش لك واحد حزبي. قبل شيء جانا واحد ودرى دمه يمكن قبل كم سنة، جاء لابس بنطلون وقميص، وزمان كان بيقول أنصار السنة فرغة نارية، أسي بقى يدافع عنه، عشان تعرف التناقض في المواقف، وده كله شغل بتاع جبهجية ساكت، عرفته؟ ده نحن ما شغالين به ولا شغالين بغيرك. الناس يا أخواننا المجتمع راجيهم، العقائد الفاشلة والباطلة كثيرة، التربية السيئة للناس على إنه ما يبينوا الحق ويسكتوا، والله دي ما التربية السلفية الصحيحة، ما التربية السلفية الصحيحة، وإنما التربية السلفية إنه الإنسان يكون على الحق ويكون على الخير. والكلام طال والمسائل دي بينت، وده أصل الدين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أعرف الزمن كيف خلاص.